أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن عربية بيجو 504 موديل العربية 1977 مستعملة للبيع في مصر. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية، وكمان سعر العربية، وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة، ياريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. هنقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربية اللي معانا النهاردة، اللي هي بيجو 504 موديل العربية 1977. العربية فيها أربع فئات كاوتش جداد، وكمان فيها أزاز كهرباء أمامي وخلفي، وكمان فيها بطارية جديدة لسه في الضمان، وكمان فيها العفش بتاعت العربية تمام. هنقول لحضراتكم على سعر عربية بيجو 504 موديل العربية 1977، سعر العربية 50,000 جنيه، سعر العربية 50,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-02-57-18-79. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012-02-57-18-79. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.